أحييكم ومعي سعادة الدكتور محمد الجوادي المؤرخ والباحث السياسي، وأيضا ضيفنا الليلة سعادة الدكتور إبراهيم كامل المفكر الاقتصادي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك يا دكتور. الحمد لله على السلامة ونورتنا. إحنا لينا معاد يا دكتور هنعمل معاه شفرة القرآن، بس إحنا دلوقتي في السياسة والانتخابات، عايزين نفك شفرة السياسة إن شاء الله، أو شفرة الانتخابات الرئاسية. اسمحوا لي سادتي ان انا بس يعني اشرك الجمهور معانا في حاجات شخصية كده، مسائل شخصية بيني وبينكم، والنبي برضو تردوا عليا وتقولوا لي رأيكم ايه في اللي بيحصل ده. انا عايز اقول لكم من اول امبارح فجأة اصبحت هالة سرحان هي المحرض على ما يحدث في مصر، واصبحت هالة سرحان هي التي تحرض ضد المعتزمين. والله العظيم القرآن قال أنا بحرض ضد المعتصمين، قال لي سنة، يعني سنة وكم شهر، يعني رسالتنا الأساسية هي الثوار والثورة. أصبحت هالة سرحان ربما هي الطرف الثالث، يعني يمكن طلعت أنا الطرف الثالث. الحرب، وانا دي اول مره هقولها، يعني يا دكتور انا عاده انتوا عارفين ما بتكلمش في الموضوع ده ومش هتكلم فيها بتفاصيل كتير لانه اقل من ان انا افتح موضوعات شخصيه، لكن الحرب اللي كان بيشنها نظام مبارك ضد الاعلام المؤثر والذي يدافع عن الحقيقه يبدو انها لم تنتهي بسقوط النظام ولا بحبس حبيب العدلي. الحرب مستمر وطرق امن الدوله مستمر، بس دلوقتي بقى مش امن الدوله ولا الأمن الوطني. هتستغربوا، يعني هي فئة قليلة، لأنه أنا أحترم معظم الإخوة والأصدقاء من التيار السلفي اللي بيشرفوني وبيكونوا موجودين معانا على الهواء، والبرنامج أول برنامج فتح منبر حرية لأصحاب الأفكار المستنيرة من التيار السلفي والوسطية في الإسلام، كانوا موجودين عندنا هنا في البرنامج، وبنرحب بيهم وحنرحب بيهم دائما، وهم شركاء لنا في صنع ضمير هذه الأمة. أمس عرضت عليكم الأخبار اللي بتدعي زورا وبهتانا إن أنا بحرض ضد المعتصمين، قال أنا بحرض ضد قتل المعتصمين، يعني بحرض على قتل المعتصمين، كمان بقيت التالت قتلة. تخيلوا العبث. إحنا دكتور كنت معانا يا دكتور طالبنا المتظاهرين بالعودة للتحرير حفاظا على حياتهم يوم وحقنا يوم الأربعاء وحقنا لدمائهم، خايفين عليهم ولادنا صورنا، خاصة ان في طرف ثالث وفي بلطجية وفي ذرائع انه يقول لك ده معرفش، احنا ما نعرفش مين الطرف الثالث اللي قتلهم. فقلنا للشباب نرجوكم عودوا الى التحرير حقنا للدماء، خايفين على ارواحكم. النهاردة الحرب اللي ابتدت امبارح وقال لك تحرض على قتل المعتصمين، النهاردة كملوا بقى الحرب. بعد أن تقدم الشيخ محمد الظواهري الشقيق الأكبر للدكتور أيمن الظواهري قائد تنظيم القاعدة ببلاغ للنائب العام ضدي، تصوروا ضدي أنا وضد البرنامج، بيتهمني فيه بنشر أخبار تسيء إليه وتتهمه بالتحريض للاعتداء على الجيش. يعني أنا بتهمه زور. قلت لكم امبارح والنهارده بكرر، اذا كنا نحرض على شيء في هذا البرنامج منذ بداناه فنحن نحرض على حقوق الشهداء، ونحرض على اعاده اموال مصر المنهوبه في الخارج، ونعرض على محاكمه من قتل الشهداء وملأ الارض جورا وفسادا، نحرض على مستقبل افضل لمصر. اريد ان اسال الشيخ الظواهري، مين فينا اللي بيحرض؟ انا اللي طلبت بحقن الدماء، أم أنت الذي استحبت الملثمين والأعلام السوداء إلى وزارة الدفاع بدلا من أن تطالبهم بالعودة السلمية؟ أنا لم أنشر صورتك، وسائل الإعلام كلها التي نشرت صورك مع الملثمين. أريد أن أسأل الشيخ الظواهري، هل ضاقت عليك الدنيا؟ هل حليت كل المشاكل
التي صنعتها ولم يعد أمامك إلا هالة سرحان لتطاردها وتحرض عليها؟ أريد أن أقول للشيخ ظواهري أنني منذ قررت أن أعمل في هذه المهنة وأنا لا أخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أخاف من أن أقول كلمة حق أمام سلطان جائر. لم أخف من نظام مبارك وزبانيته، والشرائط موجودة والبرامج موجودة، وكنت أول ما قلت الطاغية الدكتاتور الذي يجلس على الكرسي ولا يريد أن يغادر، وكنت أول من كشف الفساد في عز سلطته، وكنت أول من فتح ملف التوريث. مش هتكلم على نفسي، لكن أنا ما بخافش إلا من اللي خلقني ويعرف أنني أحب هذا البلد، أدافع عنه وعن حريته ومستقبله. أريد أن أسأل الأخ الشيخ الظواهري، هل سنعود مرة أخرى إلى التخويف والتخوين والإرهاب والحض على الكراهية؟ هل سنخرس الحقيقة باسم الجهاد؟ هل سنعود مرة أخرى لكتم الأصوات بطلقات الرصاص؟ وكم من الجرائم ترتكب باسم ديننا الحنيف؟ انا يعني كان لازم يعني نفتح، ما عندكش انت فكره عن الموضوع ده؟ لا انا مش عندي قاعد مع المحرضه ده، انا اللي كنت عند وزاره الدفاع الملسمه اللي ماسكه الاعلام السوداء. لا لا لا، هقول لحضرتك حاجه. هو يا دكتوره، تبعيه الاعلام الصحيح الجيد الصادق ان في طرف هيبقى موافق وطرف مش مبسوط باللي بيتقال. حضرتك انا اتفرجت على البرنامج واتفرجت على المداخلات بتاعتك يا دكتور، والكلام كان كله بهدف حقن الدماء. طبعا يعني طبعاً. ال 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 الشرايط موجوده يا شيخ زواهري، الشرايط موجوده. وانا هقول لحضرتك حاجه، انا طبعا سمعتك، عارفه انا جاي من السلسله المنوفيه مباشره للبرنامج دلوقتي. الراي العام المصري مستاء جدا 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 لعملية الانتقال لهذه الصورة العنيفة طبعاً. في فرض الطلبات ولا يوجد في ديننا الحنيف أي شيء بالمرة يسمح بمثل هذا الكلام. ده وزارة الدفاع المصرية رمز للجيش المصري، رمز للدولة المصرية، وضع مفروض فعلا اللي عايز يحتج بعيد، لكن يحتج بالصورة اللي كنا متفرج عليها في الكام يوم اللي فاتوا دول. هذا أمر مرفوض ولا يمكن قبوله. ما فيش حد يقدر بيتكلم عن الإسلام، وأنا بدعي ورايا تاريخي أن أنا أتكلم أنا في الإسلام، لأن أنا راجل مش بتكلم، أنا نفذت بنوك إسلامية، عملنا شركات إسلام الأسمار، عملنا شفرة القرآن، إحنا بنشتغل في تطبيق معاصر للشريعة الإسلامية، ولا يشمل هذا إن إحنا ناخد الأمور بالعافية. ما ينفعش، هذا أمر مرفوض. لكن إحنا كلنا معاكي في الدفاع إن شاء الله في المحكمة. في المحكمة عندي محامين مصر كلهم هتيجي يا دكتور. ما انت متهم معايا، ما انت كنت في الحلقة. بنحرض اهو، احنا بنحرض اهو، شايفني انا اللي واقفة هناك دي وبرمي الطوبة. اهو فضل. لا لا لا، هي صورة سيئة، وما كان ما كانش المفروض الامور تصل باي صورة من الصور لهذا الوقت. لا، هو حضرتك دلوقتي الفكرة بقى انه الخبر النهار غدا في اليوم السابع بيقول لك خطط القاعدة للمواجهة مع الجيش. ده حاجات بقى بنسمعها، مش انا اللي بقول يا شيخ زواهري، اهو اليوم السابع والجرايد هي اللي منزلة الكلام ده. انا ما علي اني بقرا الاخبار. خطط القاعدة للمواجهة مع الجيش، تقرير لموقع انصار المجاهدين لمواجهة العسكري، بيقول المواجهة مع العسكري خاسرة لأننا لا نملك سوى 100,000 مقاتل. حط لهم الصورة تاني والنبي، وجنبها صورة الشيخ الزواهري. يعني مش أنا اللي بقول ده، الجرايد اهي. خطط القاعدة للمواجهة مع الجيش، تقرير لموقع أنصار المجاهدين، المواجهة مع العسكري خاسرة لأننا لا نملك سوى 100,000 مقاتل. الخبر بيقول القاعدة تضع خارطة طريق للمواجهة بين الإسلاميين والعسكري. تقرير لموقع أنصار المجاهدين، الجيش كسب جولة العباسية برشوة الشعب. أنا مش فاهمة إزاي. والمواجهة مع العسكري خاسرة،
هذا اللي بيقول ده الموقع اللي هو أنصار المجاهدين، بيقول المواجهة مع العسكري خاسرة حاليا لأننا لا نملك سوى 100,000 مقاتل، وأولوية المعركة ضد مين؟ برضو الموقع بتاع أنصار المجاهدين، أولوية المعركة ضد الإعلام. ضد مين؟ الإعلام. الخبر بيقول وضع تنظيم القاعدة خارطة الطريق لأنصاري ومؤيديه من التيارات المتشددة في مصر، تنظيم القاعدة لكيفية إدارة المرحلة الحالية والقادمة من المواجهة مع المجلس العسكري، وذلك بعد ساعات من انتهاء موقعة وزارة الدفاع وما شهدته من اشتباكات دامية بين قوات الجيش والمتظاهرين، الذي كان لافتا ظهور العشرات من الملثمين وحاملي الأعلام السوداء. قلت حاجة أنا؟ الجرايد هي اللي بتقول، مش أنا، ده مش كلامي. وحاملي الأعلام السوداء ومرددي هتافات الجهاد بينهم. خارطة الطريق للقاعدة ضمها تقرير كتبه أحد أعضاء منتدى موقع أنصار المجاهدين المعروف بصلة الوثيقة بالجماعات الجهادية. يعني تقدروا تخشوا الموقع وتقروا التقرير ده اللي بيقول ما عندناش غير 100,000 مقاتل، وإننا هنبتدي بالإعلام. واضح ان ابتدوا وتوقعوا برضو بكرة يا دكتور هنتوقع هجمة جيش الكتروني كده هينزل فينا، ما عندناش، احنا ما بنخافش غير الله سبحانه وتعالى. فحمل رصدا دقيقا هذا التقرير للمشهد السياسي في مصر وتحليلا لأحداث العباسية، وطالب كاتبه الذي حمل اسم النوبي بإنشاء تيار إسلامي ثوري الآن وعاجلا في مصر يضم كل من يؤيد المشروع الإسلامي وقضايا الأمة. لغاية كده فوق رأسنا من فوق، اللي عايز مشروع إسلامي فوق رأسنا من فوق ونقول له اتفضل. لكن مواجهة مسلحة، فيما اعترف بأن المواجهة المسلحة مع الجيش ستكون خاسرة الآن، لأن ما يمكن جمعه من الشباب الإسلامي لن يتعدى 100,000 مقاتل. بس ما قالش هيشيلوا سلاح منين. إيه؟ عندنا كده السلاح اللي حرزوه في العباسية من بعض الملثمين واللي كانوا موجودين في مسجد النور، عندنا الفيديو ده، جهزه يا عمرو لو سمحت. حث التقرير التيارات الإسلامية على أن تحذو حذو التيارات العلمانية مثل حركة 6 أبريل أو عسكر كاذبون التي وجدت لها مردودا كبيرا بين الشباب، داعيا شباب الإسلاميين إلى أن يتواجدوا على الساحة باستمرار وأن يجيدوا فن الظهور في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. أهلا وسهلا بهم عندنا. التقرير المعنون مصر ومواجهة العسكر يحذر من أن خسارة المواجهة أمام العسكر تعني خسارة الحاضنة الشعبية للإسلاميين بكل سهولة، معددا خسائر الإسلاميين الجهادين والتي تمثلت في البرلمان وأزمة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل واتهامه بالتزوير، ومن قبل قصة الشيخ البلكيمي وأنفه، حتى تكرس لدى الناس معتقد بأن الملتحين والإسلاميين كلهم كذبة، معتبرا أن المواجهة الآن يجب أن تكون مع الإعلام الحقير الكاذب، لأنه هو من يحرك الشعب والأهالي ضد الإسلاميين. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. صحيح دكتور، اتفضل استلم. لا يعني ما هو خلينا بس حضرتك نوصف سوا لمشاهدينا، دي المادة في مسجد النور زي ما احنا شايفين في اتنين واقفين في المادة من فوق، ولما هتقرب عليهم الشاشة بنلاقيه ماسك في ايده، ماسك ايه؟ كاميرا. كاميرا؟ مش ماسك سلاح؟ كاميرات مراقبة ومسدس. اهو، ايوه، اللي معاه المسدس اهو، وهنشوف المسدس دلوقتي اللي حرزوه منه ماسكينه في ايده. و ايه ده اللي عليها الدايرة دي يا محمود؟ دي الكاميرات المراقبة يا دكتور. مسدس اللي مسكه. مسدس صناعة محلية وكاميرات المراقبة. أيوة. وبعدين وادي المسدس اهو. ايوه، خرطوش مسدس. والولد وراه وماسكينه منه. نتحرك اللي بعده عشان يعني في اشخاص عثر معهم على اسلحة. نكمل بقى يا استاذ عمرو. ايوه، هنشوف دلوقتي الاسلحه اللي تم تجميعها، وده بيعترف صوته. هو ده، انا عديت كده قدام ده. الناس لما لقيتها بتزق الحديد وهتخش، وقفت، حتى الكاميرا صورتني وانا مدي ظهر للاخوه المجندين. وبقول للناس الثانيه اللي بتهتف ارجعوا، فاجم ورايا، حتى لما جم والله مسكوني وخدوني جوه.
تفضل يا دكتور جوادي. وطبعا احنا حذرنا مبكرا منذ شهر من تنامي القضيه الى ان تصل الى العنف المسلح والى العمل السري. ويمكن العنف المسلح يكون اخف من العمل السري، لان العمل السري هيكون اخطر بكثير في نتائجه من هذا. ده يدعونا لانه احنا قبل ما نكلم الطرف المندفع او الطرف اللي ما بيحسبش حساب الامور وبيتصرف بانفعالاته، انه نطالب المسؤولين جميعا بانهم ياخدوا بالهم انه دي قضيه اهم بكتير قوي من قضيه انتخابات الرئاسه. انا مش ضد انتخابات الرئاسه، وقضيه الحكومه وقضيه الدستوريه النص الفلاني او النص الفلاني. فالقضيه الان هي تماسك النسيج الوطني، الوحدة الوطنية، ان الوطن يبقى منقسم بين شيع والشيع تتقاتل مع بعضها، سواء كانت هذه الشيع اسلامية واسلامية او اسلامية غير اسلامية او اسلامية عسكرية او مدنية عسكرية او مواطنين ضد نشطاء وهكذا. فطبعا ممكن بس اقطع حضرتك لو سمحت. معنا سعادة الدكتور اسامة عبد الوارث، وسام، انا اسفه، سعاده الدكتور وسام عبد الوارث، رئيس مجلس اداره قناه الحكمه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا دكتوره هلا. سعاده الدكتور، امبارح انا معي هنا الدكتور محمد الجواجي والدكتور ابراهيم كامل. وسعاده الدكتور، امبارح تقدمت باستقاله وكانت يعني مؤثره جدا، انا قرات منها بعض الاجزاء، وخاصه انك حتى يعني تحدثت الى اسرتك الكريمه، ويبدو في الاستقاله نوع من يعني الحزن وخيبة الأمل، لأنك لم تستطع أن تقدم ما تود أن تقدمه بالفعل إلى الجماهير العريضة. أولا السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا بشكر لكم اهتمامكم، ويمكن بشكر أن حضرتك عرضتي أمس خبر هذا الأمر، بس كان ليا تصحيح عليه أنه كان يعني حضرتك بتعرضي نقلتي عن اليوم السابع، وكان في ربط ما بين قضية مرفوعة على القناة من قبل محامين لا أعرفهم، كأنها كانت سببا في الاستقالة، بس أنا أوضح وأنا وضحت. لا والله مش وكأنها، حضرتك قلت دي من الأسباب. لا هي ما كان لهاش علاقة خالص، أنا ما ذكرتش إنها من الأسباب القضية نهائي. على أي حال، من الأسباب إن أنا وجدت إن يعني علي ضغوط كبيرة من داخل العمل نفسه والتيار نفسه. الأمور ما كانتش واضحة بالنسبة لي، حدثت لي صدمة خلال الطريق يعني، وأكيد يعني كلكم فاهمين ماذا أقصد. ما قدرتش أكمل المشوار لوحدي، لأن طبعا علي أعباء إدارية ومالية بالإضافة إلى الأعباء الإعلامية والنفسية، كل هذا أثر علي صحيا واجتماعيا ونفسيا. فوجدت ان الاختيار الامثل اني اترك هذا المجال يعني حتى استريح اولا وانجو بنفسي وليسعني بيتي والابكي على خطيئتي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويكمل المشوار من يستطيع ان يكمله، لان الصوره ضبابيه، وانا متاكد ان حضرتك لو تراجع نفسك كل يوم هتلاقي نفسك مش فاهمه ايه اللي بيحصل، كل يوم بتلاقي موضوعات متعارضه متشابكه، يعني ما تعرفيش الطريق رايح فين ولا مصر رايحه فين. والله يا سعاده الدكتور انا اشاركك، وكنت متعاطفه جدا مع كلمات استقالتك، لاننا كلنا اصحاب هذه استقالة، لأننا نشعر في لحظات كثيرة بأنه بالحيرة والارتباك فيما يحدث. المشهد الحقيقة مربك جدا. اتفضل يا فندم. أنا هذا ما أود أن أؤكده، أن المشهد فعلا مربك، وأنا شخصيا من الناس اللي ما بعرفش أشتغل والصورة ضبابية، أنا ما بعرفش أقدم للناس إلا ما أعتقد أنه صحيح وصواب مطلق. ما بعرفش أقدم حاجة تحتمل معنيين، فلما وجدت الأمور بدأت تحتمل المواربة والمعاني المختلفة والمعاني المبطنة، وتغيير الثوابت، وما كان لا يجوز صار جائزا، وما كان جائزا أصبح لا يجوز، يعني هذه الأمور خلتني ما عدتش عارف إحنا فين، فأنا اخترت التوقف. لكن يا أستاذنا القناة مستمرة؟ القناة مستمرة طبعا. طب وده ده 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 يعني الصيغة القانونية أن أنت تخرجت من القناة؟ في الاجراءات يعني تحدث في يعني تخارج حضرتك، لكن القناه مستمره. يعني حضرتك هتتخرج تترك ملكيتك في القناه؟ يعني يا ريت تدينا بعض التفاصيل يا دكتور، لانه يعني هي خطوه صعبه، يعني ده الواحد لما بيعمل مشروع اعلامي بيبقى كانه وليد، يعني ابنه ورباه وكبره وعمل له اسم، يعني هي خطوه مش سهله.
طبعا انا اؤكد انها خطوه مش سهله، بس هي الخطوه مش اولا مش متسرعه. أيوة. ولم اتخذها مثلا امبارح فقمت طالع عامل كده، انا فكرت فيها كتير جدا يمكن اكتر من شهر. وبذلت جهد كبير لايجاد اليه لهذا التخارج يحفظ لاصحاب الحقوق حقوقهم ولاصحاب الديون اموالهم، ويعني كل شيء ان شاء الله في اطار الترتيب. فانا اخترت اولا التوقف عن العمل الاعلامي والظهور، وبعتقد ان في فتره انتقاليه لتسليم اداره الشركه نفسها الى اطراف اخرين يتولون باذن الله. انتوا شركة مساهمة ولا حاجة؟ احنا شركة مساهمة في مدينة الانتاج. شركة مساهمة. طب يا دكتور يعني حضرتك ايه الحلم الاعلامي اللي انت يعني رأيت انك لم تتمكن من تنفيذه؟ يعني ما هو الشكل الامثل او الذي كنت ستكون راضيا تماما عنه؟ ايه هي مطالب الاعلامي خاصة في منطقة حساسة اذا كانت القناة الحكمة قناة دينية بالدرجة الاولى، وهو طبعا هذه المنطقة لابد ان الانسان يكون امين تماما في الأداء، وفي نفس الوقت حذر تماما لأن لا تحتمل الخطأ. يعني احنا نغلط في السياسة نغلط بتاع، ممكن الواحد يخطئ ويعتذر، لكن ايه سياسة القناة المثالية اللي كان يجب أن تكون عليها وما حصلش، أو إيه المحظورات اللي حضرتك بترى أنها كانت موجودة وما كانش يجب أن تكون أنها موجودة؟ لا، هو زي ما بقول لحضرتك أن المشهد نفسه أصبح مرتبكا حتى داخل التيار الإسلامي نفسه. فبالتالي سياسة القناة، احنا بدأنا القناة من 5 سنين أو أكثر، قناة دينية، يعني قناة عامة تقدم يعني جرعة كبيرة دينية تحت شعار وإن تطعموا تهتدوا لتقديم ثقافة السنة النبوية، وكنا مجتهدين في ذلك وبذلنا ما نستطيع بذله. لما بدأنا ندخل في مسار الخبر وجعل القناة كما نسميها عينك في قلب الحدث، نقدم النقل المباشر على قد ما نقدر، نقدم تغطية إخبارية من وجهة نظر إعلام إسلامي ربما يختلف شوية عن الإعلام الآخر، بنحاول نقدم خطوة جيدة في هذا المجال. وجدنا ضغوط كثيرة، هناك من يقول إزاي تنقله، لا ما تنقلوش، يعني كلام كثير من داخل التيار نفسه. فأنا بدأت أنضغط، طب أنا الوقت عندي أمانة النقل، أنقي ولا ما أنقلش؟ ساعات النقل نفسه يدعو، أن البعض يعتبر انه دعوه الى شيء وهو لم يكن مقصودا ان يكون دعوه الى شيء بقدر ما هو نقل للخبر. سامحني في فضولي، يعني ايه القشه اللي قسمت ظهر البعير كما يقول؟ يعني اللحظه الفارقه، يعني هي اللحظه الفارقه دي. ايه اللحظه الفارقه كانت ايه؟ لا يعني امور كتير، يعني في لا واحد منهم بس، يعني احنا مش يعني اذا كنت تسمح لينا. طبعا الواحد عاشها في ان كان في حلم كبير كنا بنقدمه للامه، نعتقد انه كان صوابا، وكنا بنحاول ان احنا نجتهد في يعني اقناع الناس به من منطلق شرعي محض ليس من منطلق دنيوي نهائيا. وجدت ان الامور مش ماشيه في هذا الاتجاه. انا ارفض الوقف عند وزاره الدفاع، ارفض ان احنا نترك الناس تحت عاطفه الجهاد في سبيل الله، وهي الامور ليست كذلك. يعني ان احنا نقول لهم هيا على الجهاد والكلام ده وتستخدم الحكمه في ذلك، والامر ليس كذلك. ده انا بالنسبه لي شيء صادم ومذهول ان من يخرج على قناتي يقول فيها كلاما، انا اعتقد ان هذا غير صحيح اصلا. لكن كان في وسعي حضرتك ان تاخد الاتجاه الاخر. طب ما انا حصل، واول ما حصل هذا الكلام انا اعلنت رفضي لهذه الدعوه وقلت هذا غير مقبول ومرفوض، وانا لا اتبناه ولا القناه تتبناه. لا يعني تجعل القناه تسير في صوت العقل. يعني هو دلوقتي انا فاهمه تماما سعاد دكتور، انك انت عندك لحظه، ودي بتحصل لنا كتير في حياتنا الإعلامية يا دكتور، ممكن تحصل لك في الطب، يعني انك تبقى امام لحظة اعمل عملية ولا ما اعملش العملية. انت يعني اتمنى ان انا اكون بتكلم صح يا دكتور وسام، انه بتحصل لك لحظة انا قناعاتي وايماني وضميري بيحتم عليا ان انا اعمل كده، بس التيار اللي انا بشتغل فيه بيعمل عكس تماما او بيقول خطاب مختلف تماما، فيعني ازاي بقى اتخلى عنه؟ هو ليس مختلفا تماما، انما ليس على الدقه التي كنت اريدها، فاصبح في تنازع في الراي.
يعني انا شايف ان لما تبقى التيارات الاسلاميه مثلا على سبيل المثال في كل مشكله كل فريق يخرج ببيان ربما يكون مختلفا عن الفريق الاخر، وحتى لا ننجح في ان احنا نجلس في اجتماعات متفقه ونعمل يعني مجالس شورى كبيره موحده. هذه امور اعتقد انها اثرت بالسلب على كل التيار الاسلامي والشارع المحب للتيار الاسلامي. احنا لابد ان نكون ننقد ذاتنا قبل ان ينقدنا الاخرون. فانا ده من النقد اللي انا كنت بوجهه في القناه، وكان الناس بتزعل مني من التيار بتاعنا، من التيار بتاعنا نفسه كانوا بيزعلوا ان انا بنقد مثلا الاخوان او بنقد الدعوه السلفيه، مع ان الواجب ان احنا نصارح انفسنا قبل ان يهاجمنا احد من الخارج يعني. فمثل هذه الامور خلت الواحد ما عندوش قدره يعني انه يستمر، لان انا ما بعرفش اقدم حاجه الا ان اكون معتقدها بشكل سليم 100%. الله ينور عليك يا دكتور. الله ينور عليك. الله يفتح يعني عليك. الحقيقه سيادتك ذكرت حاجه مهمه، الاعلام في الاسلام له بعض الخصائص المختلفة عن الإعلام اللي احنا شايفينه في عصرنا الحالي. في كتاب من الكتب القيمة اللي طلع من القرآن معنون بالإعلام، يعني عنوانه الإعلام. واللي سيادتك تفضلت به هي الصدق في نقل القضية ووضعها في إطارها الإسلامي الحقيقي بموازين الشريعة الإسلامية. ما اقدرش انا اكيف الموازين دي لهوى جماعه او مجموعه لها راي سياسي وعايزه تجيب تخلي الموازين تذهب يمينا او يسارا. وانا متفهم واحترم جدا الموقف اللي سيادتك خدته ده، يعني انت رجل محترم ومسلم حكيم، ربنا يزيدك من ايمانه والحكمته. اللهم جزاك الله خيرا، شكرا لحضرتك. دكتور وسام، هل ممكن يكون استقالة حضرتك دي او الاجراء ده بمثابة جرس انذار، وجرس الانذار ده يجيب نتيجة كويسة؟ والله انا كان من ضمن نيتي ان يكون شيئا كهذا. طيب كويس. جرس انذار ينبه، نتمنى ان يكون جرس انذار، يعني احنا نتمنى التواصل، يعني اذا كان معنا اعلامي بهذا الوعي وبهذا الانتماء الى 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 يخاف من الذنوب ويخاف من الخطيئه ويخاف من حساب الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي احنا محتاجينه. فيعني مش يعني احنا مش عايزينه ينسحب، احنا عايزينه يظل. هو ده بالظبط اللي كنت عايز اقوله يا دكتور، انه اولا احنا بنقدم لك كل الاحترام والتقدير والاعجاب على موقفك الأخلاقي والإنساني الشجاع، والحقيقة احنا نتمنى انه يكون الإعلام الديني في عقول كثيرة مثل سعادتك بموقفك المحترم. بنتمنى، لأننا في هذه اللحظة هنكون مطمئنين تماما ان الإعلام الديني هيكون بيعمل لمصلحة الناس بكل الصدق والحق والعدل، وليس زي ما ذكر الدكتور إبراهيم لا ولمصلحة التيار نفسه، ولمصلحة التيار بس الإسلامي نفسه، بس يعني بالصدق بقى ودغري. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك صادقا ظالما او تكفوا عن الظلم، يعني بالظبط. فطبعا احنا نتمنى ان يكون مثل حضرتك في الساحه موجودين، ومش عايزينك تنسحب، ونتمنى انه قناه الحكمه تستمع بحكمه وتكون اسما على مسمى، لان من الصعب انها تفقد شخصيه على مستوى هذا الاداء المخلص الامين في الاداء الاعلامي اللي هو اساسا الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، والاعلام كله يدور حول المصداقيه، حول كلمه المصداقيه. فاذا واجهنا معضله المصداقيه باننا نوطي راسنا مش بس المصداقيه وخشيه الله، هو خشيه الله قدم المصلحه العامه للوطن على اي مصالح اخرى ومصلحه التيار الاسلامي. فاحنا الحقيقه والحفاظ على ارواح الناس بنقدرك يا فندم وبنحترمك، وان شاء الله يعني يا ريت يكون لنا حوار معك باذن الله في النقاش حول دور الاعلام الاسلامي في مصر في هذه الفتره الفارقه في حياتك. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا لضيوفك الكرام، اشكركم على كل هذا الكلام الطيب، وان كنت لا استحقه وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك، شكرا سعاد دكتور. وحنطلع فاصل، وعايزين تعليق مشاهدينا، مشاركتكم لنا على الهواء، وسينضم إلينا ضيف فاضل بعد الفاصل. لماذا دخلت كلمة المرشح الإسلامي في سباق الرئاسة؟ المرشد هو عبارة عن فرد داخل مؤسسة، وجودهم في ساحة السباق كان يمثل تفتيت لأصواتهم. أقوى مناظرات سياسية. الناس تقول لك عمرو موسى من الفلول، أنا ما أعتقدش ينطبق عليه رفض الفلول. مرشح حزب النور الدكتور أبو الفتوح. الدكتور مرسي لو نفرض ربنا شأنه والأمة المصرية اختارته إن يبقى رئيس جمهورية، يروح يستأذن المرشد ليه؟ أرى إن الأستاذ حمدين صباحي رجل مناسب للمرحلة لكي يكون هناك اتزان وتوازن. مؤيد المرشحين وجها لوجه. هل الراجل ده هيتغير زي ما مبارك اتغير؟ لما الوفد قرر يساند السيد عمرو موسى كان بيساند راجل دولة. برامج المرشحين في الميزان. أنا حاسس الموضوع بتاع أبو إسماعيل فيه لعب كبير جدا في الوسائل. النظام السابق كان نظاما ضعيفا في شرعية. مش هو قال قبل كده إن الناس اللي بتخرج من الإخوان بتعامل معاملة قاسية؟ أنا لست في موقف الدفاع عن فريق شفيق. أيوه. أنا صديقي وأحترمه جدا. دي أول مناظرة على الهواء السياسية. لا. أقوى التحليلات السياسية مع المفكر الدكتور مأمون فندي والمؤرخ الدكتور محمد الجوادي. تعودنا في العالم كله إن المرشحين هما اللي بيتناقشوا. اي احنا اتفقنا على مناظره مؤيدي مرشحي الرئاسه. رئيس مصر القادم من يكون؟ من يكون؟ من يكون رئيس مصر القادم؟ ده سؤال هنطرحه على ضيوفنا النهارده، وهيكون معنا مرشح من مرشحي الرئاسه في الجزء الثاني من البرنامج. يشرفنا ان ينضم الينا الشيخ نبيل نعيم، زعيم تنظيم الجهاد في مصر. سابقا. اهلا وسهلا شيخ نبيل. واحنا يعني النهارده قرانا في الوطن خبر مهم جدا الحقيقه، انا قريته وتعجبت، لان احنا لما بنقول كده يقولوا لنا انتم يا كفره يا علمانيين، ازاي تقولوا للناس امشوا من عند وزاره الدفاع وروحوا اقعدوا في التحرير، او ازاي تقولوا للناس بلاش محاوله اقتحام اي منشات عامه لان ده هيؤدي الى مواجهه لا تحمد عقباها. اسمحوا لي اقرا لكم خبر شيخنا نبيل. هاجم الشيخ نبيل نعيم زعيم تنظيم الجهاد في مصر زملائه الجهاديين الذين نزلوا إلى ميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع خلال المظاهرات الأخيرة، واصفا إياهم بالحمقى وتصرفاتهم بالحمقاء. وقال شيخ نبيل للوطن عن مشايخ الجهاديين الذين تظاهروا بأنهم قيادات كارثية لتسببهم في كوارث لتنظيم الجهاد، سواء بنزولهم للعباسية أو بتصرفاتهم الحمقاء في عهد النظام البائد، موضحا أن أحدهم اعترف لمباحث أمن الدولة على 60 من زملائه. 600 اعترف على 600. أنا كنت موجود، الضابط قال له أبوس إيديك عاوز أروح، كفاية كده. أحد يعترف على 600 من زملائه؟ شهر عمال يجيب في أسماء، مسمينه شيخ الحارة. شيخ الحارة. أه. لا إله إلا الله. ندد زعيم الجهاد قائلا أنه خطأ أن الاعتصام أمام وزارة الدفاع خطأ كبير واستفزاز للجيش، وسيشوه صورة الثورة المصرية السلمية، ويلحق ضررا بالغا بالإسلاميين وعلى رأسهم الجهاديين، وسيصورهم على أنهم عادوا إلى العنف على خلاف الحقيقة، مشيرا إلى ترديد وسائل الإعلام وصول تنظيم القاعدة للعباسية بعد نزول الشيخ محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم التنظيم، وحذر من أن هذه التصرفات ستجعل البعض يصور الثورة على أنها ثورة القاعدة. وكان ينبغي على محمد الظواهري الابتعاد عن التورط في الذهاب إلى العباسية، خاصة أنه ملتزم بالنهج السلمي والابتعاد عن العنف الذي أقره تنظيم الجهاد. في ابتعاد عن العنف وتم إقرار هذه الفكرة. حضرتك هنا خايف أنه يعني تلصق
ثورة القاعدة بما يحدث ثورة الشعب المصري بالقاعدة. هي دي القضية. هي دي القضية. لأن حضرتك النهاردة في خبر يا دكتور اللي احنا لسه قارينه حضرتك ما كنتش معانا, بيقول ان في خطط القاعدة للمواجهة مع الجيش, ودي منشورة في موقع أنصار المجاهدين لمواجهة, قالوا المواجهة مع العسكري خسارة دلوقتي عشان ما عندناش غير 100,000 مقاتل, فخلينا نحارب في الإعلام, ده اللي يقدروا عليه. تفضل. والله أنا أقول لحضرتك حاجة, القاسي والداني وإخوة الجهاد وأمن الدولة سابقا يعلموا تماما أن المؤسس والصانع لتنظيم الجهاد في مصر هو أنا. بعد ما أنا اتقبض عليا جم القيادات الكارثية دي تولوا التنظيم. أنا لما اتقبض عليا كان عدد التنظيم 3000 واحد في مصر. 3000 واحد؟ إمتى كان سنة كام يا فندم؟ سنة 92 كانوا 3000 واحد في مصر تقريباً. تنظيم الجهاد تقريبا كان نصهم طلبة في الجامعة. أيوة. بس ده غير التنظيم اللي شارك في اغتيال الرئيس السادات. أنا اللي كنت في تنظيم اللي قتل الرئيس السادات ده بعد ما خرجنا عملنا التنظيم الجديد. أنا كنت في تنظيم 81 ومتهم كان اسمه الجهاد برضه. فقضية قتل السادات واخد 7 سنين حكم. خدت 7 سنين. وخلصت السبع سنين سنة 88. وخرجت رحت أفغانستان والسودان. ورحت أفغانستان. وأيمن الظاهري طلب مني ان نعمل قاعده لينا في مصر. ما كانش لينا قاعده في مصر الا اعداد بسيطه من بقايا التنظيم القديم. ايمن الظاهري طلب منكم قال نعمل قاعده لان احنا كان عندنا فكره قاعده للقاعده. لا قاعده دي ظهرت مؤخرا. ايوه. احنا كان عندنا خطه ان بعد ما نخلص الجهاد في افغانستان الشيوعيين يعني هننتقل بالاخوه العرب, كانوا كتير جدا يعني 20,000 مقاتل كانوا بيقاتلوا على السوفيتي من الأفغان العرب اللي يطلق عليهم الأفغان العرب. أيه. من ليبيا ومن العراق. أيه. ومن السودان ومن مصر وحتى إخوة عرب من أمريكا. أيه. ومن إنجلترا. أيه. أيه. فقلنا القوة دي كلها نستفيد منها إن إحنا ننزل على اليمن الجنوبي. كان ساعتها بيحكم علي سالم البيض شيوعي. وندير حرب ضد الحكومة الشيوعية هناك ونحاول نحتل اليمن الجنوبي. ومنها للصومال. دي كانت خطتنا. بحيث نتحكم في المنطقة دي يعني. وبعتوا لعلي عبد الله صالح اسامه بن لادن, بعت لعلي عبد الله صالح وقال عبد الله صالح وافق على الخطه. وكان بيديهم تذاكر طيران مجانا وبيديهم دعم مالي. لذلك لما هم اسقطوا اليمن الجنوبي وعلي عبد الله صالح انقلب عليهم حصلت المواجهه بينهم وبين علي عبد الله صالح, ومن ساعتها المواجهه شغاله في اليمن. دي كانت رؤيتنا. حصلت الوحده الاول. الوحده دي اللي اعلنها علي عبد الله صالح ما هو وكال الاخوه اول ما سقط اليمن الجنوبي راح قرب عليهم هم كويس. فالمهم ده ما هو كان متعاون معاهم لحد اسقاط اليمن الجنوبي. المهم احنا كانت دي رؤيتنا. فعشان نتم الرؤيه دي لازم يبقى لينا قوات بشريه. ودي بتيجي من مصر عامه. اللي هي القوه البشريه مصر اكتر دوله بت والقوه الماديه كانت في الخليج. فكنا متفقين على اتحاد القوتين دول. انا كان يعني ان انا اجند الاخوه واصفرهم وانا كنت مكلف بكل حاجه من الالف للياء. في هذه الفتره مؤمن بفكر العنف الجهاد طبعا عشان جهاد الشيوعيه دي حاجه انا ما لو وجدت دلوقتي هروح اجهد يعني. مش بس كبرت انا عجزت بقى خلاص كنت اول لسه صغير. ربنا يديك الصحه. انما ده حاجه عقيده. ممكن تخس شويه وتروح. لا السن ليه واخد بقى. ده عقيده. ودي كان يعني حرب ضد الشيوعيين وكان كل علماء المسلمين افتوا بجهاد الناس دي يعني. وكنت انا جيت مصر وانا اللي بدات اعيد تشكيل التنظيم واعمله واسوي وخرجت ناس وانا سافرت معاهم وحضرنا مع ما علينا. جيت انا اتحبست. حبست في اليمن؟ لا وانا راجع بقى من افغانستان. راجع بقى اتجند. انا وديت اخوه وانا اللي شكلت المجموعات دي. فبس ما كانش لينا عمل داخلي يعني. كنا متفقين على ان ما بيبقاش في عمل داخلي على اساس ان لازم يكون لك مكان امن. دولة امنة يعني. وما كانش لنا اي نشاط جوه مصر ولا وبنحذر الناس من عمل فينا. قلنا لهم يا جماعة احنا قتلنا الرئيس وما عملناش حاجة. فما تقتليش انت بقى مخبر وعسكري وبتاع, احنا ما عملناش حاجة وقتلنا رئيس الدولة. فخلاص العمل فاشل يعني. فاحنا نروح نجهد الشيوعيين وفي هناك امكانيات كويسة والدول بتدعم وقضية كان التنظيم من مصر هنا هدفه بس تجنيد المصريين وارسالهم الى الجبهات اللي انتوا فيها. لا اصل الجزائر بتبعت وليبيا بتبعت حرب ضد الشيوعيه يعني. كل لكن دول مش عربية. داخل مصر. لا ما كانش لا التنظيم لا هدفه لا داخل لا مصر. لا لا. والتنظيم كان هدفه حرب
ضد الشيوعية. هو فئات الحرب مقاومة. دلوقتي في غياب بقى الشيوعية ما عادش فيه شيوعية. ما احنا حلينا بقى التنظيم وقلنا حل السلم. عشان كده احنا بنستغرب ظهور التنظيمات دي. ما انا جاي لك انا جاي لك. جاي لك. فلما انا جيت انت قبض عليا. الحمد لله يعني عديت فترة تحقيقات صعبة جدا جدا وما زال الضباط اللي مارسوا مع التعذيب موجودين ورفع على مقضادي. المهم في النهاية ما جبتش حد والتنظيم فضل زي ما هو. وبعد 6 اشهر ايمن عرف يتصل بيا قال لي ايه الاخبار. قلت له ايمن الزواه من افغانستان عرف يتصل بيا عرف عن طريق محامي مهربان بره دلوقتي. قال لي الدكتور اتصل وبيقول ايه الاخبار. قلت له زي ما انت مفيش اي حاجة اشتغل كله تمام بس اهم حاجة متعملش حاجة في مصر وحاولت تكمل خطتها. فراح بمسك التنظيم للقيادات دي اللي نزلت بقى اللي حضرتك بتطلق عليها كارثية. الحمد لله 6 اشهر راح محط له التنظيم البيضة واللي قشرها واللي شواها واللي بره واللي جوه حطهم له كلهم في السجن. لدرجة ان واحد منهم كاتب اسماء الاعضاء في نوتة 150 عدو الاسم الثلاثي والعنوان. امن الدوله مسكت قالوا بس متشكرين ما تعملش حاجه تاني وهم قالوا لنا احنا مسكنا المونوفيست يا ابن كذا يا كذاب يا اللي بتقول ما فيش حد في مصر ده احنا معانا اجنده في ما. فالاخوه قالوا لي حقق مع الاخ ده ايه اللي عمله. قلت لهم حقق ايه خلاص ما الدنيا خربت. بقول له يا فلان وانت كنت هتطلع لاخوه فيش تشبيه كاتب الاسم الثلاثي والعنوان ده انت تنظيم سري يعني واخد بالك. فهم من دول قيادات كارثيه. واحد تاني لما اخذ راح مورط التنظيم في قضيه سرقه عربيه واعترف على 600 واحد. قلت له يا ابني ده يعني احنا عندنا ميزانيه تسفير عدت المليون جنيه. هتروح تجيب عربيه ب 10,000 جنيه ما تشتريها. تشوه نفسك وتعمل. عندكم ميزانيه تسفير مليون كام مليون جنيه؟ مليون جنيه يعني احنا ناس سفرنا 300 واحد. الميزانيه دي بتيجي منين؟ كان الشيخ اسامه. الشيخ اسامه كان بعت لكم فلوس في مصر؟ لا هو بيدي الايمن يعني كان بيدي يعني الايمن يعني وايمن يبعت الفلوس في مصر. اقول لك على حاجه احنا مثلا سفرنا 300 واحد التنفر بيتكلف 3000 جنيه. 3000 في 300 حوالي 900,000 يعني حوالي مليون. كان معظم التذاكر اسامه بيجيبها من هيئه الاغاثه يعني. مجانا الاغاثه مجانا او بيدفع هو ثمنها بس يعني قصه كده. فانت معاك مثلا حاجه زي كده هتروح تاخد عربيه مثلا ثمنها. المهم اقصد اقول لك ان التصرف الاحمق ده ادى الى ان الناس اتكشفت واتحبست وكذا. فلذلك انا عارفهم وهم عارفيني وهم سامعيني. وضابط امن الدوله قال له ابوس ايديك انا بقالي شهر ما روحتش يا ابني وقفت ابوس ايديك بطل اعترافات. تخيلي مثلا واحد ظابط احمد ده بقول له كده. فده ازاي ينزل يدعو الناس للجهاد ده حضرتك يعني تشبيهك ليهم ان دي تصرفات حمقاء وحمقى ستثير غضبهم بالتاكيد. ما يتفلقوا يتفلقوا هم دول ليهم لازم اصلا ده. انا بالنسبه لهم انا بالنسبه لهم الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا. أنا أستاذهم وشيخهم وأنا القائد بتاعهم وطردتهم. ما ينفعوش لا طبلة ولا زمارة دول شو دول كوارث. ما بيمشوش مع حد اللي ورطوه 60 داهية. وأمن الدولة كانت فرحانة بيهم قوي. مسمينهم المغناطيس. المغناطيس؟ يقول لك إحنا نطلعه ويلم لنا شوية ونجيبه فرحانين. ما فيش أحسن من كده. كنا بنتكلم في الموضوع ده. واخد بالك؟ هم سامعيني وعارفين وأنا عارفهم. طب هل ممكن يكون مشوار الشيخ الزواهري ده مغناطيس؟ هو الشيخ الزواهري اصله راح ليه؟ ما اقول لك على حاجه. الاخ محمد طيب لدرجه السذاجه. يعني هو طيب بس لدرجه ايه؟ يا شيخ محمد انت هتقعد كده والناس بتموت في الـ في الـ بتاع. يقول لهم طب اعمل ايه؟ تعالى معانا. متقبطهم ومنزل معاهم. يعني شيخ راجل طيب يعني. ومحمد مؤدب وايمن الزواهري يعني وانا يعني دلوقتي احنا مفترقين بقى لنا 20 سنه والله على ما اقوله شهيد. قمه في الادب وبيؤثر الناس باخلاقه صراحه. بس مشكله الضعيف ده ما ينفعش قائل. يعني انت ضعيف. مين اللي كانوا معاه الملثمين دول وليه اعلام القاعده؟ ما هنا بيقول اهو خطط القاعده للمواجهه مع الجيش. لا سيبك من 100,000 ده انا اللي عامل كل حاجه. انا لما اخذ صانعهم. في كم واحد جهاد في مصر؟ دول ولا واحد. ده هم شويه الحفريات القدام دول على شويه عيال متحمسين واخد بالك؟ وبتوع سينا دول تكفير اصلا وانا عارفهم وكانوا معانا في السجن. ايوه. وهم شغالين بياخدوا فلوس من حماس ولا بياخدوا فلوس من اي نصيبه. وكل شويه فجروا الغاز يعني اهدافهم عبيطه وهايفه. وخط الغاز ده اصعب حمايته يعني.
400 600 كيلو في الصحراء ما ممكن في اي حته تفجريه وخلاص يعني. الراس يقول لك يعني ما عملوش حاجه ليها قيمه. طب ايه اللي ليه قيمه دلوقتي؟ هل في تجيش ليهم دلوقتي؟ مفيش 100,000 يا ستي، ده لو معاهم 100,000 جنيه ما كانوش قعدونا احنا هنا، مش 100,000 بني ادم، لا ده تعبانين جدا وغلابه. بس زي ما قلت لك دول يعني كل داء له داء الا الحماقه اعيت، دول ما لهمش حل. انا عارفهم وبقول لك انا اللي مربيهم وانا اللي عانيت منهم ومن اعترافاتهم وقعدوني في السجن سنوات طويله وتعذبت بقى. لدرجه ان مره قالوا لي يا ابني احنا بعد كده احنا هنجيب لك دول شيوخ الحاره بتوعنا. اي حاجه انت تقول لا احنا هنجيب دول شيخ الحاره يبقى يكشفها لنا. فدول ايه، ولكن عددهم قليل يعني، دول مجموعه قليله وانا ربنا يهديهم. بس شيخ نبيل الحاجه اللي انا بستغرب لها ان كان هناك مبرر في الماضي لعملية العنف والحرب أو القتال أو الجهاد ضد محتل شيوعي، المبرر ده غير قائم في مصر طبعاً طبعاً إطلاقاً. أيوة. احنا أنت في مجتمع مسلم بغالبيته مؤمن بالله بما بقي به من مسيحيين أخواننا المسيحيين الموجودين، ربنا كرم وشباب مصر شال النظام البائد وأصبح اليوم التيار الإسلامي أو المتأسلم زي ما بحب أسميه أنا مع احترامي. احنا كلنا مسلمين وكلنا بنجاهد في سبيل تطبيق شريعتنا، تطبيق معاصر. ازاي النهاردة أصل العنف وانتوا في المجلس؟ ده التيار موجود داخل مجلس الشعب ويمثل الأغلبية. أنا عايز أقول لك حاجة، الإخوة دول عندهم أفكار شبه تكفيرية. يعني احنا لما جينا قلنا يا جماعة خلاص مفيش مبرر للعنف، احنا عملنا كل حاجة وما فيش مبرر للعنف زي ما انت قلت، فقالوا لا ده كده كفر وكده خروج وكده ما فيش جهاد. طب هو يا ابني هو اي حاجه اسمها جهاد؟ الجهاد ده ليه هدف، هيتحقق الهدف بقى اسمه جهاد، هيتحقق الهلكه بقى اسمه حمقه وجهاد هلكه. والرسول عليه الصلاه والسلام قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا. طب ما مش اي لو واحد بقى راح جهاد الترك هيقلب علينا الدنيا، وده حصل مع خوارزمي شاه لما قتل الرسل بتوع جنكيز خان، اجتاح الأمة الإسلامية وأبات خضراءها لأن ما عملش بنصيحة الرسول. فمش كل حتة أنت تجرد فيها السيف يبقى اسمك مجاهد. طبعا. وبعدين طب الموقف الحالي دلوقتي يا دكتور، يعني اللي أنت بتسأل فيه ده يا دكتور، أنا مع حضرتك. الموقف الحالي وضع تنظيم الجهاد إيه؟ لا ما فيش، هم شوية ناس بس تتكلموا ولا يملكوا إلا الكلام. لا مفيش تنظيم، لا مفيش تنظيم، اتحل تنظيم خلاص. احنا اللي صنعناه. امال مين دول اللي ملثمين واللي طالعين لنا ماسكين لنا الاعلام؟ مين دول؟ هو في ناس كانوا، مين اللي معاهم اسلحه ومين اللي بيهددوا الناس وبيقولوا هيا الى الجهاد؟ والشيخ حسن ابو الاشبال وكنا زعنا له الشريط وشيء يعني محزن وبيقول اخرجوا واذبحوهم واعدموهم. لا هو يقول عنف، تحريض على، لا ده تحريض على العنف للناس. ما هو قال حي على الجهاد في التسجيل، في الشارع تاني يوم كان في حي على الجهاد، واحد ماشي حي على الجهاد وقنبله. حضرتك شوف الاسلحه دي، يعني في ناس ممكن الكلام ده يعني ياخدهم الى التهلكه فعلا زي ما حضرتك ذكرت يا شيخ نبيل. هو اساسا يعني عشان تنظيم جهاد يقدر يعمل حاجه مش موجود. انما ممكن ناس تنجر ولا الدعوات الحمقاء دي بس بسرعه هتتقضي عليها، هيتقضي عليها لان حاجات بتبقى عشوائيه يعني حاجات مش تنظيم بقى مش الوقت جه يا شيخ نبيل ان يبقى في من العقلاء والحكماء زيك انهم نقعد. انتوا اصل الجهاد قائم الى يوم القيامه. أيوة. الجهاد قائم. الجهاد قائم في ايه؟ في تطبيق عناصر الشريعه الاسلاميه، تطبيق معاصر يناسب الزمان والأعراف اللي احنا فيها. والدين صالح لكل زمان ومكان، وهذا الكتاب العظيم اللي بين ايدينا كتاب ربي العظيم ده قابل للتطبيق. المفروض ان يبقى فيه عقول متفتحة جاهزة تقعد تتكلم معانا. هو فيه اخر حبيب، احنا عملنا كده في البنوك. احنا لولا جلوسنا مع العظماء العلماء في الإسلام علشان نبحث ما بين ماذا تقول، ماذا يقال في السنة النبوية الشريفة وفي شريعتنا الإسلامية وفي رأي الأئمة والسلف الصالح، لنستطيع أن نستخلص منه تطبيق معاصر. ما كانش البنوك الإسلامية النهاردة تحت العالم،
وانا برد على اللي بيتكلموا البنوك الاسلاميه بنوك قائمه ونظام اسلامي متكامل قائم. تعالوا اشتغلوا معانا، جاهدوا في سبيل، احنا لسه قدامنا مشاكل، احنا مش عارفين هنخش على البنك المركزي ازاي. طب ممكن بقى حضرتك هنقول مش عارفين نخش على البنك المركزي ازاي ومش عارفين، لازم ينضم الينا ضيفنا القادم وهو مرشح الرئاسي، اقول لكم اسمه ولا ما اقولكوش، الفريق حسام خير الله، وهنطرح عليه كل هذه الاسئله، هنطرح عليه اسئله اقتصاديه، وهنطرح عليه اسئله التيار الإسلامي ووضعه في المستقبل وتطبيق الشريعة الإسلامية. الدكتور الجوادي عنده أسئلة كثيرة وأنا كمان، وحنتظر منكم مشاركات على الهواء لسعادة الفريق حسام بعد الفاصل.